السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نشرح صفحة من صفحات Activity Book، الصفحة رقم 81، Lesson 4 Secret Messages. عندي هنا مجموعة من الحروف، طبعا حروف الأبجدية أو الألفابتس بتاعت اللغة الإنجليزية اللي هم عبارة عن 26 حرف. محتاج مني هنا My Message Without Code، هنكتب رسالة بدون كود. طبعا زمان زي ما قرأنا في الدرس ان في الازمنة القديمة كانوا بيبعتوا رسالات مشفرة او رسالة سرية باكواد معينة. اول شيء احنا هنكتب رسالة بدون كود، فهنعمل ايه؟ هنختار جملة من عندنا احنا من تأليفنا، وليكن I like English. ازاي نعملها بكود؟ عندي هنا هنا في صفين، كل صف فيه 13 حرف. هنشوف حرف الاي موقع ايه هنا من الحروف، بيكون هنا الحرف اللي تحته هو حرف الفي، فبكتب حرف في واسيب مسافة. بعدين كلمة لايك ال اي كي اي ال تحتيها واي اي تحتيها في كي تحتها اكس و اي تحتها ار. ادي تاني كلمة، كلمة انجلش يعني عندي حرف الاي تحته ار، حرف الان فين حرف الان؟ حرف الان تحت اللي فوق حرف اي، حرف الجي تحته تي، حرف ال تحته واي، و حرف الاي تحته في، حرف الاس مع الاف، وحرف الاتش مع اليو. بكده انا اكون عملت الجملة بالكود او مشفرة I like English. طبعا في على الجانب الاخر بيكون الشخص اللي هو بيستقبل رسالة عارف ان هي بتكتب بالشكل ده، فبيطبقها ما بين صفين الحروف. نشوف تاني تدريب نمبر كود. عندي هنا في صفين، صف طولي وصف عرضي، في ارقام 1 2 3 4 5 هنا 1 2 3 4 5، وفي النص في الحروف الابجديه. هنكتب نفس الجمله، خلينا نغير جمله نقول يو ار سمارت مثلا، جمله تانية. هنعمل ايه؟ هندور على حرف اليو موقعه فين هنا من الحروف. ادي حرف الواي، سوري حرف الواي، الواي هنا واقع ما بين خمسة وخمسة، خمسة وخمسة، يبقى هنكتب خمسة شرطة خمسة. ده أول شيء. بعدين هنعمل سلاش، سوري سلاش، ازاي بتيجي سلاش هنا اهي، تمام، او نسيب مسافة. بعد كده بعدين بنكمل الكلمة، حرف الاو، حرف الاو هنا مع خمسة مع ثلاثة، خمسة مع ثلاثة، خمسة مع ثلاثة، سلاش. بعدين حرف اليو، فين حرف اليو؟ هنا حرف اليو واحد مع خمسة، واحد مع خمسة. بعدين دي اول كلمة، احنا ممكن نحطها بين قوسين عشان نعرف ان هي كلمة واحدة، يعني الكلمة كلها ما بين قوسين. يبقى دي عندي كلمة، كلمة يو. بعدين كلمة ار، هنفتح قوس تاني، حرف الاي 1 and 1، واحد مع واحد، ونعمل سلاش. بعدين عندي حرف ال R 3 و 4، 3 and 4، نعمل سلاش. بعدين عندي حرف ال E، حرف ال E هنا 5 مع 1، 5 مع
يبقى قلنا حرف ال اي 5 مع 1. ندخل على الكلمة اللي بعدها، كلمة سمارت، حرف الاس 4 و4، 4 and 4، نعمل سلاش. بعدين عندي حرف الام 3 and 3، 3 مع 3، سلاش. وبعدين حرف الاي 1 and 1، 1 مع 1، ونعمل سلاش. بعدين حرف الار 3 و4، 3 and 4. وبعدين حرف التي 5 and 4، 5 and 4، ونقفل القوس. طبعا انا عملتها هنا، خدت اللي تحت الاول مع يعني الافقي ومع الراس، الافق اولا وبعد كده الراس، ودي تبقى طبعا شفره، بما انها شفره فيكون اتفاق ما بين ايه الطرفين كده. حليت تاني تدريب. ناخد بقى تيك تاك تو كود، دي لعبه تانية. لعبه تانية دي شويه محتاجه تركيز. المطلوب منها ايه؟ ان انا هكتب الجمله مثلا زي جمله I love English، او I like English، تمام. ازاي اكتب الرسالة؟ هدور على حرف الاي، موقعه فين في الكلام هنا. ادي حرف الاي، حرف الاي واقع ما بين شكل بالشكل ده، يعني معمول كده لو تلاحظوا معايا، يعني افق وبعد كده نازل. فهنعمل الشكل يعني شكل زي رقم 2 بالارقام العادية. بعدين عندي حرف ال، ال واقع هنا، هنعمل الشكل ده ونحط جواه نقطه. طبعا عشان مش عارف اكتبها فاوريها لكم الاجابه موجوده بالشكل ده هنا في الصفحه دي. I like English اهي معمول، مثلا حرف ال زي ما قلت حرف الاي هنا معمول بالشكل ده هنا اهو. بعدين حرف ال كده معمول كده موجود هنا، المفروض يبقى في نقطه هنا كمان. بعدين حرف الاي، اي لايك، ادي ال، وادي الاي، وادي حرف الكي، الكل كده وفي نقطة، تمام. وبعدين حرف الاي، الاي مربع، الاي مربع اهو معمول مربع. وبعدين حرف الاي مربع كمان، يعني مربع. حرف ال N مربع وداخله نقطة، يعني مربع وداخله نقطة. حرف ال G، وين في موقع حرف ال G من الجملة هنا؟ معايا حرف ال G معمول كده، يعني معمول بالشكل رقم 6 بالعربي. وبعدين عندي قلنا حرف ال G، وبعد كده حرف ال L كده، وبعد تحتيه نقطة، وهكذا. ده الشرح الخاص ب بالنوع ده من الأسئلة. تعالوا نشوف إيه آخر سؤال. آخر سؤال: write the past simple tense of each verb. لازم نعرف الصيغة الماضية بتاعة الفعل. يعني عندي مثلا say هكون said، a i d. عندي eat هكون ate، catch coat. طبعا دي اشياء بيكون حافظها الطالب مع نفسه، يعني لازم يكون عارف الماضي بتاع كل فعل. كوت. اند رايت روت، ار دبليو ار او تي اي. جيف جيف، جي اي في اي. وكده تيل تولد، تي او ال دي. وبكده اكون خلصنا الدرس. اتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله كمان بنزل لكم الشرح او اجابه السؤال على صفحه الواتساب والتليجرام. وشكرا على سماعكم، ويا رب يكون الفيديو افاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.